إخلاصنا لبلدنا وشعبنا هذا هو الشيء تربينا عليه. أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. داري هنا مهما اختلف شكل المكان، مهما اختلف شكل المكان، داري صدى صوت هلا عبر الزمن، داري حضن يتجاوز أبواب البيوت، داري الحواري والقرى، داري المكان.